شنو أسباب لجوءكم إلى خطوة حل البرلمان؟ هي خطوة استباقية برأيك أم أنها خطوة تخفي وراءها الكثير من التداعيات والأسباب والكواليس؟ تفضلي لك الكلام. يعني صراحة بعد استكمال حزمة التشريعات المطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة، كان ينبغي على مجلس النواب العراقي أن يوصل رسالة اطمئنان إلى الشعب العراقي ورسالة أخرى للحكومة العراقية باتجاه إجراء انتخابات مبكرة بالذهاب إلى المادة 64 من الدستور التي تستلزم حل مجلس النواب العراقي نفسه بطريقتين، أما بطلب ثلث من أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وبكلتا الحالتين الذهاب باتجاه التصويت داخل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، يعني نصف زائد واحد. بالتالي هذه الرسالة لكي يعني يحصل نوع من أنواع الهدوء في الساحة السياسية وفي الشعب العراقي والتهيؤ بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إنتاج مجلس نواب عراقي جديد والذي يقع على عاتقه إنتاج رئيس جمهورية وهيئة رئاسة وحكومة كابينة وزارية وبرنامج حكومي. بالتالي لكي نخرج هذه الكرة من ساحة القوى السياسية وساحة مجلس النواب العراقي إلى ساحة الشعب العراقي وساحة الحكومة العراقية لغرض إنهاء هذا الملف والعمل وفق خارطة الطريق التي وضعت من قبل مرجعية الدينية الرشيدة، فضلاً عن مطالب أبناء الشعب العراقي لإيماننا المطلق أنه لا يمكن تغيير العملية السياسية وإصلاح العملية السياسية إلا عبر بوابة صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي يحدد الناخب اختياراته